السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في درس متواضع في كيفية جعل الجبس على شكل رخام أسود بطريقة مختلفة قليلا عن الدرس السابق. تابعوا معي هذا الشرح إلى الآخر. كما قلت لكم في مقدمة الفيديو، سنقوم بتقليد الرخام. كما ترون هذا رخام حقيقي في هذه الحائط الذي يظهر هنا، فأيضا في السقف الجبس أيضا هناك يعني صفائح جبسية يعني على شكل رخام. فهذه الصفائح يعني سأرجع يعني رخامية بشكل رخامي كما ترون على حسب طلب أصحاب البيت. انظروا معي يعني تظهر هناك بعض العروق على شكل رخام بطريقة أيضا مختلفة عن الشرح السابق. تركت جزء صغير حتى أقاسمكم هذه الطريقة البسيطة جدا. أول شيء نقوم به، نقوم بتنظيف الجبس جيدا ونقوم بصقله حتى لا تبقى هناك أي حبوب، ثم نقوم بطلاء طبقة أو طبقتين من كولا غريفي أو ورنش. من الأفضل استعمال 2 طبقات من الورنش. فبالنسبة للإخوان الذين لا يعرفون يعني ما هو الورنش، يمكنهم يعني سأريهم أحد الفيديوهات عن وصف الورنش. فبالنسبة للإخوان الذين لا يعرفون ما هي كولا غريفي، في الفيديو الذي تشاهده كما ترون، في نفس الفيديو يعني يمكنكم الضغط على الرابط الموجود. أين الرابط؟ يعني دائما تجدون الرابط في هذا العنوان، يعني الفيديو موجود في الأعلى، فالعنوان دائما موجود في الأسفل الفيديو كما ترون. تضغطون على العنوان يأخذكم يعني يفتح لكم هذا الصندوق، الصندوق الوصف، فهنا ستجدون رابط يعني هنا كما ترون ما هو الورنش. تضغطون على هذا الرابط الذي ترون كما ترون، يعني سيأخذكم مباشرة إلى الموقع، وهنا يعني سيأخذكم إلى موضوع الكولا أو الورنش. يعني ستجدون يعني كيفية تخليطه يعني كيفية تعمل به. كما رأيتم فهذه هي الطريقة للحصول على معلومات عن الورنش. وبعد ذلك يعني نترك الورنش ليجف لمدة من ساعة إلى ساعتين على حسب الجو، ثم ننتقل إلى مرحلة أخرى. وصلت إلى المرحلة الثانية من هذا الشرح. نقوم بطلاء مادة الزيماط أو صبغة الزيماط. بالنسبة للإخوان الذين لا يعرفون ما هي الزيماط، يمكنهم الضغط أسفل هذا الفيديو يعني في صندوق الوصف على الرابط كيفية تعديل الصباغة، وسيأخذكم إلى كيفية تعديل الزيماط. وبالنسبة للإخوان الذين لا يستطيعون يعني ليست متوفرة عندهم بعض المواد، فيمكنهم استعمال صباغة زيتية مع إضافة القليل من زيت الطبخ. فزيت الطبخ يساعد الصباغة حتى لا تجف، وهذا هو الأمر المطلوب في عملية الطرق. وكما قلت لكم يعني من الضروري إضافة الورنيش أو كولا غريفي في الأول، فمادة الزيماط يعني بدون كولا غريفي فلن تعمل معكم. من الضروري وضع كولا غريفي في الأول. حتى الصباغة الزيتية كما قلت لكم يمكنكم استعمالها، لكن تضيفون إليها القليل من زيت الطبخ، حوالي نصف كوب على حسب. مثلا إذا كان كيلو واحد من الصباغة الزيتية نضيف نصف كوب من الزيت حتى يعني نقوم بتعويض الزيماط. بالنسبة للإخوان الذين ليست متوفرة عندهم المواد التي يمكننا عمل بها أو عمل بها مادة الزيماط. وصلنا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من هذا الشرح. كما ترون يعني نأخذ قطعة بلاستيك من هذا النوع، هي التي تستعمل لشد المسامير في الحائط، هي التي سنقوم بالتعريق بعملية التعريق يعني باستعمال هذه القطعة من البلاستيك. يعني نقوم بعملية التعريق على هذا الشكل الذي يظهر لكم، وهي أيضا يعني جيدة جدا وتعطيك أشكال رخامية. فكما ترون يعني يظهر اللون الأبيض الموجود في الخلفية يعني في الأسفل. فأنا جد متأسف على حسب الصورة أني يعني أمسك بالكاميرا في يد وأقوم بعملية التعريق في يد وأصعد فوق السلم، فهذا أمر صعب. فيعني أتمنى يعني أن يكون الشرح واضح. فأقوم بعملية التعريق بهذه الطريقة كما ترون بهذا الشكل من جهة إلى أخرى. أحاول يعني عمل أشكال يعني دبدبة يدي قليلا، أو أقوم بتدوير المسمار من أو بلاستيك يعني من جهة إلى أخرى بهذا الشكل. ليس مسمار، إياكم أن تستعملوا مسمار، يعني ستقومون بتشريط الحائط، فقط قطعة بلاستيكية التي تقوم بشد مسمار في الحائط كما ترون يعني بهذا الشكل. ثم هذا الجانب حتى أعطي الشكل كأنه حقيقي.
ثم يعني أحاول عمل بعض العروق يعني تكون عريضة على حسب حتى تبدو كأنها رخام. فالرخام أيضا يوجد في بعض العروق، وهنا أيضا أضع عرق يعني يكون صغير، أنا رأيته يعني بنفسه رأيته في الرخام الأصلي. فأنا دائما نحاول تقليد الرخام الموجود في يعني الأصلي، نحاول تقليده، إما أن تكون عندنا قطعة رخام أو صورة أو على حسب موهبتك أنت يعني. فالطريقة سهلة، وأيضا في الجوانب، فالجوانب مهمة جدا كما ترون حتى تبدو على شكل رخامة. فهذه الجوانب التي تظهر هنا أقوم أيضا بعمل فيها بعض الخطوط، فبالتأكيد يعني سأقوم بمسح بعض العروق لأني يعني لا أتحكم فيها جيدا على حسب أني أصعد فوق السلم وأقوم بالتصوير. فحتى تبدو يعني على هذا الشكل فهو يشبه الرخام كثيرا، وكثير من الأشخاص يعني دهشوا عندما رأوه ظنوا أنه رخام. فالطريقة سهلة جدا وبسيطة، أتمنى أن تنال إعجابكم وأن تستفيدوا من هذا الشرح البسيط. فكما ترون فهذا هو الرخام، يعني نجد متأسف هناك بعض الصباغة يعني سقطت على الرخام، سأقوم بإزالتها. أنتم تعرفون هذا. كان هذا هو درس اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم. فبالنسبة للإخوان غير مشتركين في القناة يمكنهم الضغط على زر اشترك في القناة أو سبسكرايب على حسب اللغة، وأيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك ثم مشاركة عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وهذا هو كل شيء. هناك الكثير من الدروس إن شاء الله يعني سأقوم بعملها لكم، يعني هناك المئات من الدروس، لكن على حسب الشغل وكذا يعني لا أزيد الوقت. وأيضا هناك أيضا أعاني من مشكل الأماكن التي سأقوم بعمل فيها الدروس، فإن شاء الله يعني هذه الأمور كلها يعني سأقوم بإصلاحها عما قريب. وسترون يعني هناك دروس يوميا تقريبا، وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم في درس آخر إن شاء الله.